السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حوار المساء. حوار المساء في هذه الليلة نخصصه الحديث عن تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية، حيث تشهد المنطقة الشرقية من ليبيا تطورات عسكرية وسياسية وصفت بأنها الأعنف من نوعها في موجة القوى المضادة للثورة التي يقودها الأسير السابق ومجرم الحرب خليفة حفتر. ألا يعتبر الانقلاب فرضا في تاريخ العسكر؟ هل انتهز حفتر الفرصة للانقلاب بدعم خارجي؟ ألم يجد حفتر الإعلان الدستوري؟ من أين يأتي خليفة حفتر بالأموال؟ ألم يرفض المتول أمام مجلس النواب المنحل للمساءلة؟ لماذا يلقي البراميل المتفجرة على درنا بعد طرد التنظيم منها؟ إلى أين تسير ليبيا والمنطقة الشرقية، للتقسيم أم للاحتلال من مصر؟ طائرات المصريين في مطارات المنطقة الشرقية، هل تحول الشرق الليبي على يد خليفة بلقاسم حفتر لمحافظة مصرية؟ ألم يقل حفتر أنا مع مصر ولو على مصلحة ليبيا؟ ألم يقل حفتر إنه مستعد للتحالف مع إسرائيل بدعوى عدوي صديقي؟ أليس تنظيم الدولة عدو للثوار ولهذا تحالف معه حفتر؟ وأخيرا حفتر، هل هو عميل أم انقلابي؟ المزيد من التفاصيل في نص هذا التقرير. بعد أقل من شهرين على تحرير مدينة درنا من الجماعات التي تسمي نفسها تنظيم الدولة، أصبحت براميل حفتر المتفجرة تنهال على المدينة ليل نهار، وهو ما تعانيه بنغازي قرابة سنتين. حملة إعلامية لوصل الثوار بالخوارج طيلة الفترة الماضية عبر قنوات عربية تمولها بقايا الدولة العميقة، في ظل غياب شبه تام للدفاع عن رواد 17 من فبراير. شباب بنغازي البواسل اللي منهم رف الله السحاتي ومنهم الصلابي ومنهم أسامة بن حميد ومنهم بعض حتى ما يعرف بأنصار الشريعة، هم الذين دخلوا على هذا الرتل وجعلوه شذر مذر. هذه الحقيقة اللي ينبغي أن تعرف في التاريخ حتى لا يزيف ولا يقال عنا أن ثوار ناتو. طيب، بعد تحرير درنا للمرة الثانية في أقل من 5 سنوات، الأولى من القذافي والثانية من مجموعات مدعومة من بقايا نظام القذافي، انهالت براميل حفتر المتفجرة على المدينة وكأنه عقاب لها على طردها لهذه المجموعات. مدينة بنغازي هي الأخرى تشهد حملة من التدمير على يد ميليشيا أولياء الدم والحرس الثوري وأصحاب القبعات الصفراء، بعدما شهدت المدينة جمعة وصفها الكثيرون بأنها أغرقت المدينة في حمام دم شل أركان الحياة فيها بفعل حفتر ومن معه. والله الإسرائيلي ناتي اللي عندي خير منك، مش يهودي حسن إذا كنت تسمعني. وبالمقارنة بين نموذجي درنا وبنغازي، نرى أن الفرق الوحيد هو انقلاب بنغازي على نفسها وبقاء درنا على نهج الثورة، الأمر الذي منع تكرار حمام الدم، وكأن لسان حال أهل درنا يقول لا للدم، وهو ما لا يروق لحفتر الذي تعود الحرق والتدمير، ولا زالت بنغازي شاهد عيان على أفعاله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. كذلك نرحب بالضيوف الكرام، معي من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد عادل عبد الكافي عبر سكايب، كذلك معي عبر الخط الهاتفي أحد مقاتلي مجلس الشورى ثواري بنغازي السيد محمد عيسى. بداية نرحب بكم أعزائي المشاهدين ونرحب بالضيوف الكرام، وأتوجه بالسؤال الأول عقيد عادل عبد الكافي، هل انتهز خليفة حفتر الفرصة للانقلاب بدعم خارجي أم أنه مدعوم بأغراض شخصية للسيطرة على ليبيا والوصول إلى سدة الحكم؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال سيدي، مرحبا أخي الكريم ومرحبا بضيوفك الكرام ومرحبا بالسادة المشاهدين. سيد محمد، عذرا لو سمحت، السؤال موجه للعقيد عادل عبد الكافي في القاهرة، سوف أتوجه إليك بسؤال بعد قليل. عقيد عادل، هل انتهز خليفة حفتر الفرصة للانقلاب في ليبيا بدعم خارجي، أم أنه بأغراض شخصية وحب السيطرة على كرسي السلطة في ليبيا؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وضيوفك ومشاهدينكم، واسال الله الرحمه لشهدائنا الذين استشهدوا في معاركهم ضد تنظيم الدوله في مدينه سرت وايضا في مدينه درنا. بالنسبه لخليفه حفتر، حقيقه مشروعه ليس بجديد، حتى الدعم الاقليمي الذي قدم له يعتبر جاء يعني بعد عملية خليفة حفتر ومشروعه. خليفة حفتر دفع به من قبل CIA تحديدا، التي رحلته بعد أسره في معركة وادي الدوم من أنجمينا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنالك تم الدفع به إلى ليبيا. وكان هنالك مخطط في السابق تصور في عام 2006 بالدفع بخليفة حفتر إلى ليبيا من أجل أن يقوم ويقود هذا العمل داخل ليبيا، ولكن في تلك الفترة لم يتسنى لهذا المشروع أن يكتمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأحداثيات على الأرض. عموما خليفة حفتر مشروعه الذي يقوده في ليبيا هو معروف، من ضمن البنود التي والمقترحات التي قدمها برناند لويس في عام 1983 وصدق عليها الكونغرس في ذلك الوقت من أجل تفتيت الدول العربية من الداخل. استغلت حالة الثورات أو الربيع العربي وتغيير الأنظمة، نظرا لاحتراء الأنظمة، نظرا للديكتاتورية وللقمع الذي مارسته هذه الأنظمة في المنطقة العربية على شعوبها. وطبعا قذافي يعتبر من عتاولة الديكتاتورية هذا العصر، ولذلك كان متوقع أن سيصل إلى هذه المرحلة أن يثور عليه شعبي من جراء الحكم الجائر الذي حكم به الشعب الليبي. ولذلك تم التمهيد لعملية تفتيت هذه الدول من خلال استغلال حالة السيولة الأمنية والعسكرية وانهيار مؤسسات الدولة في معظم الدول العربية التي بها مؤسسات، نظرا أنه نحن وضعنا في ليبيا لسنا دولة مؤسسات مقياسا حتى بالدول العربية التي تعتبر من دول العالم الثالث التي لديها مؤسسات. عموما استغلت حالة السيولة، تم الدفع بخليفة حفتر لتحقيق هذا المشروع. بنود المقترحات التي قدمها برناند لويس كانت من ضمنها استغلال الطائفية والعرقية والديانات والجهوية والقبلية وأيضا خارطة الدم، نظرا في ليبيا طبعا لا يوجد طوائف لا يوجد مذاهب، فتم تنفيذ مشروع خارطة الدم، وهو بما يعني زرع الأحقاد والدماء وإسالة الدماء ما بين أبناء الوطن الواحد، وهذا هو ما نفذه خليفة حفتر. طيب، وأتطور أنه نجح نعم في جزء كبير منه. نعم، حتى الآن نسمع نغمة شرقوية غربوية، إقليم فزان، إقليم برقة، إقليم طرابلس، هذا ما تم التسويق له من طيب خلال ضعاف النفوس. أيضا هناك جزئية نعم هامة جدا، تفضل. لدينا للأسف تركيب في المنطقة الشرقية، ولا أقول كل أهالي المنطقة الشرقية، ولكن جزء كبير منهم للأسف لديهم مؤهلات العقلية والنفسية لتحقيق وتنفيذ مثل هذه المشاريع، نظرا لتدني مستوى الثقافة والانفتاح على العالم والثقافة المحدودة لديهم. حتى النخبة أو ما يسمون أنفسهم القيادات السياسية المتمثلة في البرلمان للأسف هم بعيدون كل البعد عن الثقافة، إلا ما ندر منهم حقيقة. طيب عقيد عادل، ما دمت تحدثت عن مشروع برناند لويس وهو مشروع ما يسمى بالفوضى الخلاقة، أنت قلت إنه اختار نموذج الدم، ومشروع برناند لويس يقوم على فوضى خلاقة يتم فيها تقسيم الشرق الأوسط أو العالم العربي والإسلامي إلى كونتونات صغيرة جدا. حفتر لم يطبق، إذا كان هو منطوي فيها منضوي تحت هذا المشروع، لم يطبق نموذجا خلاقا أو فوضى خلاقة، وإنما طبق نموذجا دمويا بامتياز لما يحدث في بنغازي والآن يحدث في درنا.
حقيقة المتابعة للمشهد، أنا أقولها من خلال قربي من بعض القيادات التي تم إرسالها لي من قبل خليفة حفتر قبل أن يبدأ عملية الكرامة، وكان لي اطلاع مكثف عن قرب من هذه القيادات بأن كان مشروعهم حقيقة إن فشلوا في تحقيق انضمام بعض القوى المتواجدة في غرب وجنوب ليبيا إلى خليفة حفتر سيلجؤون إلى قصف أو تفتيت المنطقة. فذهلت حقيقة ناهيك عن بعض المعلومات أخرى، لكن عندما وجدت هذا المشروع فاتضحت الرؤية لي، فكان لي موقف ضد خليفة حفتر من قبل أن أي جهة ما تتحرك حقيقة. طيب. واستطعت أن أسلط الضوء على هذا المشروع، لكن ما يقوده خليفة حفتر حقيقة يعتبر هو الفوضى الهدامة، لأن المجريات على الأرض من الناحية العسكرية حسبها أو قدرها خليفة حفتر ومن دفع به لتحقيق هذا المشروع داخل ليبيا أتت بمجريات عكس ما كانوا يريدون. طيب عقيد عادل، عفوا لذلك هم اتجهوا إلى بلان بي، بلان تو، وهي دعم أطراف سياسية معينة من خلالها يستطيعون تحقيق ما يريدون. هذا ما قاله وزير خارجية ألمانيا عندما قال إما أن تقسم ليبيا أو أن يكون خليفة حفتر داخل العملية السياسية في الفترة الحالية. ابقى معي عقيد عادل، سوف أنتقل إلى السيد محمد عيسى أحد مقاتلي مجلس الشورى مجاهدي بنغازي. هل وضعتنا بداية سيد محمد بعد الترحيب بك في آخر تطورات الأحداث في مدينة بنغازي؟ نعم سيد محمد، هل أنت معي؟ أنا معك أخي. نعم، ضعنا في آخر تطورات الأحداث في مدينة بنغازي سيد محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أريد قوله، أريد أن أعطي نبذة بسيطة عن الثوار وعن الثورة ولو لدى دقيقة أو دقيقتين عفوا بعد إذن البرنامج. تفضل. ما أريد قوله هو أن ما يسمى بمعمر القذافي، هذا المدمر، هذا المقبور، قام بظلم الشعب الليبي لمدة تتفاوت تفوت الآن 42 عام، والكل يعلم ذلك. خرجنا نحن طلبة ومشايخ، مهندسين، عسكريين، أناس مدنيين، فلاحين، أطباء، كل من كل طبقات المجتمع الليبي المسلم الطيب، خرجنا على ظلم، ونحن إلى الآن نزل على هذا. بدأت الثورة من مدينة بنغازي، ثم انطلقت إلى البيضة، إلى الدرنة، إلى منطقة الأبية، إلى منطقة السموس، إلى طرابلس، إلى الزاوية، إلى كريتشن، إلى مثلاثة، إلى الزاوية، إلى طبراتة، إلى الجبل الغربي، إلى الجنوب، إلى الكفرة، إلى التبحة، جميع مدن ليبيا شرقا وشمالا وجنوبا وغربا. لا ننسى جميع مدن، لا ننسى الثوار. نحن خرجنا ضد الظلم، خرجنا لدولة تكون فيها العدل ويكون فيها الحق ويكون فيها التساوي الاجتماعي من بين الناس. طيب سيد محمد، ذاك عالي وذاك. نعم نعم. طيب سيد محمد، لو سمحت يعني نريد أن نعرف ماذا يحدث الآن على الأرض بعد الفاصل. نخرج في فاصل قصير جدا ثم نعود. ابقى معي سيد محمد، كذلك ابقى معي العقيد عادل عبد الكافي عبر سكايب من القاهرة. ابقى معي أعزائي المشاهدين، نخرج في فاصل ثم نواصل. حتى من حكام العرب والمسلمين وغير المسلمين أن الأمم المتحدة هي لا وجود لها في الحقيقة، تسيرها بعض الدول، وهذه قضية يعني واضحة وضوح الشمس لا ينكرها عاقل. والله كأن الغرب الآن يضحك منا بملء شدقيه. ماذا فعلوا بالعراق؟ ماذا فعلوا بأفغانستان؟ ولذلك يسعون حثيثا إلى أن يجعلوا الدول العربية تحت الحكم العسكري، إما أن يملي إملاء ويهدد تهديدا ويهدم أركانا قد بنيت بعد لأي، فهذا ما لا يقبله الشرع. الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين، وسينصرهم، وسيجعل هذه المحنة منحة.
لا نشك في ذلك أبدا. المواد نعم سيئة جدا وخبيثة، وضعت بإتقان الليبيون يجب أن يجتمعوا وأن يتفاهموا دون أن يستعينوا بغيرهم مهما كان. ماذا فعلوا العراق؟ ماذا فعلوا بأفغانستان؟ أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، لازلنا في حوار المساء عن تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في المنطقة الشرقية. أعود إلى ضيفي محمد عيسى أحد مقاتلي مجلس الشورى مجاهدي أطوار بنغازي عبر الهاتف. بداية سيد محمد رحب بك من جديد، ولو سمحت ضعنا في آخر تطورات الأوضاع الميدانية. سمعنا أن هناك قصفا عنيفا بالجراد وبالمدفعية على الصابري، وهناك اشتباكات في محور القوارشة، نريد أن نعرف ماذا يحدث هناك في المحاور. نعم نعم أخي الكريم، ما يحدث في بنغازي هي طيارات غير ليبية تطير فوق السماء مدينة بنغازي، يشتبه بأنها مصرية أو فرنسية أو أردنية. إلى هذه الدول طيران بدون طيار لغرض التصوير ولنقل احداثيات الثوار. كذلك معلوماتنا واستخبارات الثوار في مدينه بنغازي تمثل من رصد منصه صواريخ لا توجد من قبل في ليبيا، منصه صواريخ لا توجد من قبل في ليبيا، وضعت في بنينه وما حولها حتى تقصف مناطق الثوار. هذه الصواريخ قد شاشتها عمياء، صواريخ عمياء، بمعنى انهم يقوموا بسياسه الارض المحروقه. بسياسه الارض المحروقه. ثلاثة ايام هم لم يتوقفوا على رمي البراميل على منطقه القوارشه ومنطقه جنفوده ومنطقه الصابري ومنطقه فوق كذلك المحور الغربي لمنطقه بنغازي. هذا لأنه قد ترددوا في اليومين الماضيين أكثر من 40 قتيل وأكثر من 100 جريح حاول التقدم من جميع المحاور، ثم يرجعون بالكثير من القتلى والكثير من الخسائر في المعدات والأسلحة. لهذا هم يتأخرون قليلا ومن ثم يقومون بقصف أماكن الثوار أو المناطق الموجودين فيها الثوار. لا يراعون المساجد ولا المدارس ولا العمارات ولا البيوت ولا الطرق ولا حتى البنية التحتية. هم يقومون بسياسة الأرض المحروقة انتقاما من مدينة بنغازي التي هي بدأت منها ثورة 17 من فبراير. طيب سمعنا ان هناك مقاتلين اعتقد من مصر يقاتلون الى جانب حفتر. نعود بالذاكرة الى فترة قريبة جدا عندما قال خليفة حفتر انا على استعداد لان اقبل متطوعين من بعض الدول العربية والافريقية للقتال في صفوفي. هل تؤكد هذه الاخبار؟ انا قد تكلمت في الكثير من الوكالات العالمية والكثير من القنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فصحت أن الأردن أرسلت أكثر من 400 جندي ودولة مصر أكثر من 2000 جندي داخل دولة ليبيا، ودولة فرنسا لديها أكثر من 300 جندي يقومون بعمليات نوعية ويقومون برسم الخطط لذلك المنزوم. وأنا أقول أن لا يوجد إليه لا مقدمين ولا يوجد إليه لا معه لا ضباط جيش مهنيين وليس لديه بتلك القوة. لذلك ولا أنت أيضا جماعة العدل والمساواة، تلك الجماعة الإرهابية التي تعيش على الطريقة وعلى الصفو المسلح في الجنوب بين ثلاث دول وهو مصر والسودان وليبيا وكل طيب. مشاريع التي قامت بها في السودان. طيب. هو انهزم، جيشه انهزم، لدينا معلومات تقول ان عدد القتلى الحقيقي للمدعو حتى يتجاوز 18,000 و
طيب. أن عدد الشحى تجاوزون 40,000. طيب سيد محمد. وما بين مدنيين وعجلة. طيب طيب سيد محمد، أريد أن نعود إلى موضوع مهم جدا، وهو الكتيبة التي يقودها المهدي البرغتي، هل لا زالت تقاتل في التوار أم لا؟ أريدك أن تعطيني دقيقتين. بس بعجالة سيد محمد، بعجالة. المسألة هذا ما يسمى بالمهدي البرغتي. نحن يوم 19 من مارس، والكل يشهد لنا بهذا اليوم أننا قاتلنا كتيبة رفع الله صحاتي، كتيبة 17 من فبراير، ثوار مدينة درنا، الأشاوص، أبطال مدينة بنغازي، مشايخ مدينة بنغازي الذين معظمهم قد سقطوا وقد هجرت أطرافهم في مدينة بنغازي. هذا ما يسمى المهدي البرغتي لم يشارك في هذا اليوم المشهور بمدينة بنغازي، بل دخلنا والله على ما قوله شهيد، وهناك شهود كثير، دخلنا على الكتيبة في اليوم السابق لهذا اليوم، أخذنا البيكات وأخذنا الأسلحة، ثم تقدمنا بذلك السلاح بقوة، ولم يكن له أي أمر في ذلك الوقت، ونحن كلنا مدنيين. ومن ثم ما بعد الثورة التسلق على ظهور الشباب، أخذ الغنائم وأخذ الأسلحة، ومن ثم سرق جميع معدات الأسلحة الثقيلة لرائد جلع نيجا مدينة بنغازي. بعد أن سرق هذا أخي الكريم، حتى يعلم أن القاسي والداني في الغرب والشرق من هو هذا المهدي البرغتي. طيب. فرق الجهاز والدبابات. طيب. الخاص لكتيبة بعد يوم كتيبة وسام محمد بالحرب وكتيبة 17 من. طيب. طيب سيد محمد، سيد محمد عيسى. نعم. طيب سيد محمد عيسى، أحد مقاتلي مجلس الشورى توار بنغازي، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك على المشاركة. وأعود إلى ضيفي من القاهرة عبر سكايب، العقيد عادل عبد الكافي، وهو الخبير العسكري والاستراتيجي. طيب لو أردنا نتحدث سيد عادل على النموذج الحفتري، إذا جاز التعبير، يعني حفتر لم يدخل على مدينة إلا وقصفها ونشر فيها الدمار، مثل ما فعل في بنغازي الصابري سيقلحوت وأحياء كثير جدا، قنابل العمياء وصواريخ غير موجهة تنهال على المباني، ها هي درنا الأخرى. لو توجه خليفة حفتر إلى مدن أخرى، يعني سوف يحيل ليبيا إلى رماد، هل هذا النموذج المجنون يعني يروق للغرب أو يروق حتى للدول الداعمة لخليفة حفتر مثل الأردن والإمارات وغيرها؟ حقيقة لو قسناها من ناحية المخطط الذي تم نشره في ليبيا، ولم نعد نقول مؤامرة، أصبح واقع منفذ في ليبيا. من يدعون لا يوجد انهم ضد نظريه المؤامره وغيره، بعض الابواق الاعلاميه التابعه لبعض الشخصيات، الرجاء الكف اصبح واقع نعيشه الان. هنالك حرب دارت في غرب ليبيا، في جنوب ليبيا، هنالك احقاد ما بين ابناء الوطن الواحد، هنالك تحقيق لخارطه الدم في ليبيا، حتى والاستقرار في غرب ليبيا ما بين قوسين ربما ينفجر في اي لحظه، الاوضاع في ليبيا ممهده للانفجار. أصبحت الآن تدار حروب صغيرة عبر أطراف وقيادات تم زرعها وتم التحالف معها من قبل أجهزة خارجية. الآن الوضع في ليبيا غير محتمل، حتى السلاح الذي ربما سيتدفق إلى ليبيا لدعم القوة التابعة للمجلس الرئاسي والتي تم وصفها من قبل المجتمع الدولي، ويتم الإعلان من قبل البنتاغون على وجود عناصر استخباراتية أمريكية في شرق وغرب ليبيا تحاول أن تجد لها حلفاء وشركاء على الأرض، ونحن لا ندري ولا نعلم من هذه العناصر. إذا كان هنالك دعم بسرعة سيتم للقوة التابعة للمجلس الرئاسي أو الجسم السياسي الذي يقود البلاد وتم الدفع به من قبل الأمم المتحدة، فيكون من عبر هذا الجسم، ولكن أن يكون هنالك أطراف أخرى تم الاتفاق معها من أجل أن يكون هناك تدفق سلاح لها، فهذه تعتبر إدارة حروب صغيرة داخل ليبيا. وهذا المشروع فعلا الغرب يعلم جيدا، أو المخطط الذي ينفذ في ليبيا عالم جيدا أن سيكون هنالك فوضى للسلاح، فوضى أمنية، حالة سيولة في الدولة، نهيك على عدم وجود مؤسسات قوية كالجيش والشرطة لتحمي استقرار البلاد. تم نشر دعايات جزء منها كاذب بخصوص الأجهزة الأمنية، وجزء منها رب يكون صحيح، نعم صحيح، وجزء منها كاذب لأجل زيادة خلط الأمور وخلق الفوضى في ليبيا، وهذا ما حدث وتحقق. أنا الآن أصبح كل يمتلك سلاح،
خليفة حفتر من ناحية أنه يرجع يسيطر على المنطقة الغربية أو الجنوبية انتهى. هذا المشروع لم يستطيع أن يحققه، فقد جميع موازين القوى لديه، تحجمت قوتي. كيف سيد عادل، سيد عادل لو سمحت، يعني كيف فقد موازين القوة خليفة حفتر؟ لازال يسيطر على شريط واسع جدا ولازال يقاتل على جبهات كثيرة. لو تحدثنا عن المنطقة الغربية، أصبح من هم متواجدون في المنطقة الغربية ونسميهم أن قد كسرت ذراعهم العسكري في البداية. أما في المنطقة الشرقية، عندما نتحدث عن حجاز الناطق باسم عملية الكرامة ويخرج على الإعلام ويفضح خليفة حفتر أنه قاتل وسارق ونهب، التصور هذا من يعتبر من أحد قيادات ورموز عملية الكرامة. ناهيك فرج البرعصي الذي قتل واستباح بيوت وسمح لكتيبة توليات دم بأن تستبيح دماء أبناء ليبيا وأموالهم، يخرج ويقول أنهم فتات جيش و27 ضابط وهذا من قياداته، هذا يعتبر انشقاق. أيضا بعض القيادات العسكرية التي هربت من المنطقة الشرقية واتجهت إلى الغرب وخارج ليبيا إلى مصر وتونس والمغرب وغيره، هنالك ضباط يا صديقي من مجموعات الكرامة هربت إلى الخارج. نحن نتحدث عن أدلة واقعية. هربت الآن أم سابقا سيد عادل؟ من بعد بدأ عملية الكرامة وبدأت التداعيات وبدأت الصراعات الداخلية. الآن استخدام المهدي البرغثي، مهما يعني أنا ربما كلام ضيفك وشاطره في وشاطره الرأي حقيقة، ولا يجب أن يتم التعتيم عن تاريخ هذا الرجل ليدفع به داخل حكومة ستقود البلاد في ظل فوضى وصراع، هو كان أحد قياداته وأحد رموزها. هذه خطأ حقيقي استراتيجي وقاتل، ولكن خلي من يعني كما يقولوا القربة تخل فوق راسي. طيب شايلها. طيب عقيد عادل، وصلت الفكرة، ابقى معي. أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف المحلل السياسي إبراهيم عبد الصمد. بداية سيد إبراهيم نرحب بك، ونريد أن نعرف خليفة حفتر رفض حتى المساءلة من قبل مجلس النواب المنحل الذي قيل أنه عينه قائدا لما يسمى بالجيش الوطني. وفق هذا المعيار، أين يمكن أن نصنف خليفة حفتر كعسكري أو كمدني في هذه الفترة؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ولضيوفك الكرام، خليفة حفتر يعتبر هو السلطة العليا، سلطات خليفة حفتر أعلى من سلطات البرلمان، برلمان طبرق. لا تنسوا أن رئيس البرلمان عقيل الصالح عندما تحدث عن حفتر قال سيدي القائد العام، وهي ربما قد تكون حقيقة أو جلة إنسان، لكن هذه تعبر عن الواقع. يعني البرلمان أول ما تم انتخابه وعقد ذهب إلى طبرق تحت سيطرة خليفة حفتر، فهذه المعادلة، خليفة حفتر هو السلطة العليا، البرلمان وحتى الحكومة السراج حتى ولو ادعت أنها طبعا برئاسة عضو في البرلمان تابع لحفتر، حتى ولو ادعت أنها تختلف مع حفتر فهي في الحقيقة تابع لحفتر، وهي عبارة عن قنطرة سيعبر بها حفتر إلى العاصمة بصفة عاصمة رابط بصفة خاصة وإلى المنطقة الغربية بصفة عامة، فهذه هي الحقيقة. أما المهدي البرغثي فهو مجرم حرب مثله مثل حفتر، فقد كان شريكه في تدمير بنغازي وتهجير أهلها وعملية تطهير العرقي وطرد سكانها، فهو شريك. أنا استغرب كيف يتم استقباله في طرابلس، فهو مجرم حرب برفقة مجرم اقتصاد اللي هو إبراهيم الجذران، ويتم استقبالهم في العاصمة والتي عمليا المفروض أنها تكون تحت سيطرة الثوار. أنا استغرب ذلك. المهدي البرغثي لم يكن يوما من الثوار الحقيقيين، كما ذكر أحد القائد الميداني في بنغازي أو أحد ثوار بنغازي منذ قليل. المهدي البرغثي لم يشارك في ملحمة 19 مارس عندما تم تصدي لرد كتائب القذافي، كان مختبئا، الله أعلم إذا كان مختبئا، ولم انفهر في عندما تم اقتحام مقرات الدروع واستولى أسلحة واستخدمها في عمليات جرائمه بمشاركة قادة القادة الميدانيين لحفتر. أما خلافه مع حفتر فأنا لا تعود عليه كثيرا، إنه صدقوني إنه خلاف وهمي، هو من أتباع حفتر، وسيأتي اليوم الذي يغادر فيه المشهد السياسي أو يعلن ولاءه حفتر عمليا. حتى الجزران في يوم من الأيام كان يجتمع مع حفتر، كان يجتمع هناك حتى صور وفيديوهات ملتقطة لهم مع بعضهم. طيب أستاذ إبراهيم لو سمحت، أستاذ إبراهيم
نعم. استاذ ابراهيم، هذه العلاقات التي او هذه اللعبه التي يدخلون فيها هؤلاء الاشخاص، يعني لا صداقه فيها تدوم ولا عداء فيها يدوم، ابقى معي سوف نعود الى هذه النقطه، ولكن بعد ان نخرج الى هذا الفاصل ثم نعود. بنخشى نحن دليين على أن نستنجد بالشيطان. لو جاء الشيطان نتحالف حتى مع الشيطان. لو كان المنقذ جنرالا حتى لو كان المنقذ شيطان. نستنجد بالشيطان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لأن احنا الناس طلعنا يوم ثورة 17 فبراير، نقسم لك بالله العظيم لا عندنا نبو مال ولا نبو حاجة، طالعين نموتوا من أجل الحق. الله أكبر. من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجل ليبيا. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح TV. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، لازلنا في حوار المساء وتطور الأوضاع الميدانية والسياسية في المنطقة الشرقية. لازال معي ضيفي عبر سكايب العقيد عادل عبد الكافي المحلل والخبير العسكري من القاهرة، وكذلك معنا عبر الهاتف المحلل السياسي إبراهيم عبد الصمد. وكنت أتحدث مع السيد إبراهيم عن ألا صداقات تدوم ولا عداوات تدوم في عالم السياسة. خليفة حفتر قال إنه مستعد أن يتحالف حتى مع إسرائيل لو كان هذا الأمر يحقق الغرض الذي جاء من أجله. كيف يثق الشارع الليبي بالتحديد في المنطقة الشرقية بهذا الشخص وهو يقول إنه يتحالف مع إسرائيل أو سوف يتحالف مع إسرائيل بدافع عدوي صديقي؟ بالنسبة للمنطقة الشرقية تركيبتها قبلية يعني ولا لشيوخ القبيلة، هذه حقيقة. إبراهيم الجزران مثلا حتى لو ندعى أنه على خلاف ما حفتر، شيخ القبيلة صالح لطيوش مؤيد لحفتر وأعلنها أكثر من مرة، ولذلك في النهاية سيخضع إبراهيم الجزران لإرادة قبيلته وإما ينسحب أو يعلن ولاءه لحفتر. وكذلك الأمر بالنسبة لمهدي البرغفي، مهدي البرغفي من قبيلة العواجير وشيوخ قبيلة العواجير يبايعون حفتر ويعتبرون خطا احمر، اغلب شيوخ القبائل في المنطقة الشرقية تؤيد حفتر كقائد عام للمؤسسة العسكرية كما يسمونها، وعليه فمهدي البرغفي في النهاية سيغزق لإرادة قبيلته وإما أن يبايع حفتر أو ينسحب. ولكن هذه هي الحقيقة، يجب أن نضعها في الاعتبار. حتى لو اختلفوا، حتى لو هناك بعض افراد القبائل لا يريدون حفتر، في النهايه سيخضعوا لهذه اراده قبائلهم. فهذا المشهد طيب، الشرق الليبي مشهد قبلي بامتياز. طيب تتداخل فيه المصالح القبليه مع مصالح النظام السابق، وأزلام النظام السابق رجعوا وسيطروا على قبائلهم بحكم المال الفاسد الذي اكتسبوه طوال عقود حكم القذافي، فهم سيطروا على القبليه ولم يبقى الا الثوار الذين تبرعوا من قبائلهم وانضموا الى ثوار بنغازي وثوار درنا، وهذا هو تجردوا من القبائل. طيب انضموا الى ثوار بنغازي وثوار درنا. طيب سيد ابراهيم،
سيد إبراهيم، هناك سؤال مهم يدور في خواطر الليبيين أو في خلد الليبيين، يعني إذا كانت الدولة الليبية الآن في هذه الآونة تعاني عجزا ماليا وشحا في السيولة منذ فترة كبيرة جدا، يأتي خليفة حفتر ويقدم المزايا ويقدم الأموال ويستورد السلاح ويوفر الدخائر، باعتقادك من أين يأتي بالأموال التي يتم جلب هذه المواد بها؟ أنا ما أعرف أن الأموال المجمدة يوجد بعد انطلاق ثورة ليبيا يوجد أكثر من 150 مليار أموال مجمدة في الخارج في أوروبا، منها في الإمارات فقط في أكثر من حوالي أكثر من 30 مليار تقريبا 50 مليار، هذه الأموال هذه وشركة الاستثمارات الخارجية لا تخضع لأي رقابة في ليبيا، شركة الاستثمارات الخارجية الأموال تحت السيطرة عليها النظام السابق، لذلك الأموال المجمدة تحت تصرفهم وكذلك الاستثمارات الخارجية. ولا تنسى أن استاذ أحمد قذافي الدم هذا كان يضخ في العام الواحد في السنة الواحدة أكثر من 10 مليارات في مصر، فهناك عندهم استثمارات رهيبة في الخارج وأموال مجمدة يتصرفون نجحوا في فك الإفراج عليها، فهذه هي الأموال، أموال الشعب الليبي يقتلون بها الشعب الليبي، يستوردون السلاح ويقتلون به الشعب الليبي، وحتى الحكومة، حتى الحكومة هذه التي دخلت مؤخرا إلى طرابلس، هذه كما أشرنا هي ليست حكومة دحي ودولار كما يصفونها، هي حكومة رصاص ودمار على سلم أولوياتها الحرب، يعني حظر السلاح، يعني لا يكفي السلاح، هو كأنه السلاح كان محظورا، السلاح لم يكن محظورا ابدا طوال السنه منذ انطلاق عمليه قرابه حفتر الى اليوم، والسلاح اذا دفق من الحدود الشرقيه لليبيا ومن ميناء طبرق ومن فلم يتوقف هذا جزء من التضليل والضحك على الزقون، لم يكن هناك حظر عن السلاح اطلاقا، المشكله سبب تاخر الحسم لحفتر هي الروح المنهزمه لقواته والروح القتاليه في خلال القتال القريب المتلاحم مع الثوار، ينتصر الثوار، لذلك ينشأون إلى البراميل المتفجرة والقصف بالطيران والقصف المدفعية عن بعد، هم قواتهم يعلمون جيدا أن قواتهم في قتالها القريب المتلاحم مع الثوار ستنهزم، ولذلك خسروا أكثر من 10,000 جندي، وهم لديهم مشكلة في الأفراد، لذلك يلجؤون إلى من السودان ومن مناطق أخرى. هذا هي الحقيقة، حتى في المنطقة الغربية والله يخشون مواجهة الثوار في الميدان في القتال القريب المتلاحم، لذلك لجأوا إلى الخونة والعملاء والطابور الخامس من درويش السياسة. طيب وصلت الفكرة سيد إبراهيم، أستاذ إبراهيم وصلت الفكرة، عاد معنا في هذه أستاذ إبراهيم وصلت الفكرة لو سمحت، عاد معنا في هذه الآونة محمد عيسى وهو أحد مقاتلي مجلس الشورى مجاهدي بنغازي، البعض يقول أنكم أنتم حقيقة من، وهذا مروج في وسائل الإعلام ما يسمى بالكرامة، أن هناك أن ألصقت التهمة بكم بالقصف الذي طال أحد الساحات في مدينة بنغازي في الأيام الماضية، كيف تردون على هذا الأمر؟ أخي حتى عوام الناس لديهم خبرة في السلاح، والله أنا تكلمت مع أحد من مدينة بنغازي موجود هناك، قال لي يا شيخ الجنود الموجودون داخل مدينة بنغازي وهم تبع لحفتر، يعني يقولون لا يوجد أي نوع من أنواع الهاون يصل إلى ساحة الكيش التي ضربت المدنيين، وأنا صرحت بهذا، وكل من يعلم هذا ولديك أنت محلل عسكري، نحن مسافتنا أكثر من 7 كيلو، وهذا يعني مسافته من 4 كيلو إلى 4.5 كيلو، يعني الكل يعلم هذا. أما ما أريد قوله على ما أريد أتكلم قليلا عن المهدي البربسي، بس بعجالة سيد محمد لو سمحت. نعم بعجالة، ليس لدي وقت كثير جدا، ما زال أمامي أقل من 10 دقائق. بإذن الله. المهدي البربسي أخي الكريم وجاء إلى طرابلس، قال أريد توقيف الجرافات، وقال أريد محاربة هؤلاء المجرمين القتلة، بمعنى هو يريد إبادة مدينة بنغازي، لكن أريد أن أقول له مدينة مصراتة الصمود، مدينة مصراتة الصمود وثوارها الأشاوس الأبطال، هل هكذا تخضع لشخص مثل أيها المهدي
لأن مصراتة مع بنغازي ونحن مع ثوار مصراتة أينما كانوا في كافة جبهاتهم نقاتل صفا لصف ندعم بعضنا البعض. نحن هدفنا الأول بإذن الله هي ليبيا ومن ثم وأن نحكم فيها الشريعة الإسلامية وأن تقوم فيها العدل والمساواة بين جميع الليبيين. ما أريد قوله هو أن بنغازي نحن لدينا الثوار في مدينة بنغازي لدينا على مقارب أكثر من ربع مليون شخص مؤيد لنا، بمعنى نحن الطرف في المعادلة وطرف في الحوار قوي جدا، وإذا أردنا أن نغير معادلة سنغير بإذن الله عز وجل. ثوار بنغازي موجودون في الساحات، ثوار بنغازي موجودون في الجنوب الآن، هم الآن يقاتلون. وأريد أن أقول أن هناك في مدينة سلة في الجنوب حتى تعرفوا من يرفعون العلم الأخضر في مدينة زلة الآن، وهناك ثلاث كتائب من ثوار مدينة زلة انطلقوا هم وثوار مدينة بنغازي ومصراتة لكي يحاربوا من رفع العلم الأخضر في زلة. طيب والآن الحرب قائمة أخي الكريم. طيب نحن هدفنا ما نريد طيب وصلت الفكرة سيد محمد، شكرا جزيلا على المشاركة، اعتذر ليس لدي وقت كافي حتى نكمل معا. أعود إلى سيد عادل عبد الكافي. سيد عادل لو عدنا إلى الأمر الذي حدث في مدينة درنة بالتحديد، هذه المظلات التي وجدها مجلس شورى مجاهدي درنة تقريبا 5 مظلات ملقاة في منطقة الفتاح، باعتقادك من قام بإلقائها؟ هل هو خليفة حفتر أنزل أسلحة وذخائر لهذا التنظيم أم أن هناك أطراف خارجية تقوم بدعم هذا التنظيم داخل ليبيا؟ حقيقة من العلاقة الرابطة ما بين خليفة حفتر وتنظيم الدولة والتي نقولها بمنتهى الثقة وقلناها تكرارا وأكدنا عليها، وهنالك علاقة رابطة وهم ضباط كتائب الأمنية والاستخبارات للنظام السابق، جزء منهم مع خليفة حفتر وجزء منهم موجود بايعوا هذا التنظيم. هؤلاء العلاقة الرابطة ما بين تنظيم ما بين خليفة حفتر وتنظيم الدولة. تم تسريب بعض الأسلحة من مخازن خليفة حفتر التي تم مده به من قبل بعض الدول الإقليمية وصلت إلى تنظيم الدولة وهي التي يستخدمها الآن لتنظيم الدولة. لا نستهين بقدراته حقيقة، هذه العناصر لديها بعض الأسلحة المتطورة التي تم مدها بها من خليفة حفتر. العالم خارجا يعلم جيدا من خلال عناصر الاستخباراتية أن هنالك علاقة وطيدة ما بين خليفة حفتر وتنظيم الدولة. خليفة حفتر الآن يسعى من خلال رهانه بالسيطرة على المنطقة الشرقية، ولذلك إن كان هنالك اتفاق سياسي وهنالك مادة ثامنة والتي ستقصي خليفة حفتر من المشهد سياسيا إن لم يستطيع تنفيذها، أتصور من قاد طيب. الاتفاق السياسي أن يخرج ويؤكد أنه نحن ضعفاء لا طيب. نستطيع أن نغير هذه المعادلة. طيب سيد عادل نعم. طيب سيد عادل أنت تفضلت وقلت أن التنظيم يتحصل على بعض الأسلحة النوعية والحديثة من خليفة حفتر وخليفة حفتر يتحصل عليها من بعض الدول الإقليمية، هذه الدول الإقليمية مثل الإمارات والأردن وغيرها يقولوا أنهم يكافحوا الإرهاب في ليبيا، لماذا لم نرى قضية أو دعوة في الأمم المتحدة على الأقل بحق هذه الدول التي تعيث في الأرض فساد في الدولة الليبية؟ في الفترة الماضية من يمثل ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي الذي ليس لديه قبلة مع القذافي مع حفتر في أي مكان يركب ما عندهش مشكلة، فلذلك نحن حقيقة لم يتجه القيادة السياسية في فترة انطلاق عملية فجر ليبيا وذلك الحراك لم يتجهوا بقوة من خلال علاقاتهم في الخارج إلى المجتمع الدولي للمطالبة وبرفع قضايا. نحن نقول رفع قضايا بالأدلة، هنالك أدلة، ضعف منظمات المجتمع المدني أو حقوق الإنسان أيضا في تجميع الأدلة من أجل تقديمها كحجة، لأن المجتمع الدولي يتعامل بالأدلة ويتعامل بالقضايا وغيره، فكنا لابد أن نخاطب كل جهة حسب الطريقة التي نستطيع أن نصل طيب. إليها من خلالها طيب. لذلك الآن نحن نتحدث عن المادة الثامنة، هذه المادة لابد أن تطبق لأن لم يستطيعوا إقصائها سياسيا والمواجهة العسكرية تصور أنها ستكون صعبة،
فعليهم أن يخرجوا ويقولوا نحن لربما سيد عادل تم الدفع بخليفة حفتر حتى يقال شعبيا وكما يقال يعني أو كما يقول المثل حتى يترك في النعش هكذا مسمار في النعش وتتار الفوضى عن طريق خليفة حفتر. طيب نعود إلى 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 نقطة أخرى وهي نقطة تزويد أو تزود خليفة حفتر بالأسلحة من دول أخرى. صانع السيناريو في الدولة الليبية يعني يعرف جدلا أن خليفة حفتر لن يستطيع حسم المعركة، لماذا يتم الحفاظ على خليفة حفتر في هذه الآونة؟ لأن خليفة حفتر أصبح ينفذ رغبة وإرادة دول عظمى، وهذه الدول تحرك أنظمة سياسية استقرارها أكثر من ليبيا، فما بالك نحن الآن لدينا قيادات سياسية تستطيع أي دولة أن تفرض إرادتها عليها. الآن الحديث عن مستشارين أمريكان لمواجهة تنظيم الدولة، وعملية تنظيم الدولة عملية مواجهة تنظيم الدولة بدأت وانطلقت، والآن القوات المتجهة للقضاء على هذا التنظيم على مشارف مدينة سرت، وإلى الآن لم يتم الدعم الحقيقي للسلاح الجوي الذي يحتاج بعض. شكرا السيد عادل، وصلت الفكرة. المحلل والخبير العسكري من القاهرة العقيد عادل عبد الكافي، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. وأعود إلى السيد إبراهيم عبد الصمد، سياسيا إلى أين تتجه ليبيا بناء على تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية أو بناء على ما يدور من معارك في المنطقة الشرقية امتدادا إلى سرت؟ في عجالة لو سمحت، أقل من دقيقة. في السياسة هو في ذاك مصطلح الحرب في خدمة السياسة، لكن في ليبيا حتى التحرك السياسي في خدمة الأوضاع العسكرية. التحرك السياسي في غرب ليبيا يهدف إلى خلق واقع جديد يمكن السلطة العسكرية القيادة العسكرية للتمركز في الشرقية من السيطرة على كل ليبيا، فهذه هي الحقيقة. ذكر الأخ أن إلغاء المادة الثامنة ويخرج المسؤولون عن الاتفاق السياسي، هو كوبلر منذ يومين ثلاثة أعلنها صراحة في لقاءاته في زوني، قال حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي. هذا باختصار شديد، يعني لا يوجد شيء آخر. فحتى التحركات السياسية في غرب ليبيا والحكومة والمجلس السياسي كلها تخدم في النهاية المخطط العسكري وتمكين العسكر من السيطرة كامل ليبيا. إذا لم يتمكن من مقاومة الثوار لديهم خطط أخرى وهي تقسيم البلاد إحدى السيناريوهات المقترحة يعني. طيب شكرا سيد إبراهيم عبد الصمد الخبير أو المحلل السياسي، شكرا جزيلا. كذلك نشكر سيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري والاستراتيجي الليبي. أيضا الشكر موصول لسيد محمد عيسى أحد مقاتلي مجلس الشورى مجاهدي درنا، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. إلى اللقاء، انتهت الحلقة، نلتقي في موعد آخر.